ترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. نبدأ بالعناوين. الحراك المدني يجدد نشاطه في رياض الصبح تحت عنوان لا للفساد والهدر في قطاعات الدولة. لن نشارك في الجلسة. وفد من حزب الله في الرابي في الذكرى العاشرة على تفاهم مرم خايل، وعون مرشحه الدائم للرئاسة. بدل ما تحطونا بمكان آمن حطيتونا تحت صواريخ بشار وتحت مدفعية بشار. عشرات الآلاف من السوريين يواصلون نزوحهم من أرياف حلب، وتركيا تتمسك بمبدأ الحدود المفتوحة أمام اللاجئين. وفي النشرة تتابعون في الرياضة، فان غال يعلن الحرب على تشيلسي. عشية جلسة انتخاب الرئيس يوم الاثنين المقبل، لا جديد في مواقف الأفرقاء على الرغم من التغيير الذي طرأ على خارطة الترشيحات، فشبح التعطيل الذي يتسلح به حزب الله لازال قائما، وهو ما أكد عليه اليوم وفد الحزب الذي زار الرابي مجددا تمسكه بوصول العماد ميشيل عون إلى الرئاسة كشرط لحضور جلسات الانتخاب. وفي وقت تراوح الدوامة السياسية مكانها، دوامة الحراك المدني عادت إلى الشارع مع اعتصام نفذه عدد من الجمعيات تحت عنوان لا للفساد والهدر في قطاعات الدولة. ومن رياض الصلح نبدأ، حيث تنضم إلينا مراسلتنا مها حطيت. مها، ماذا تضمن اعتصام اليوم وما هي الخطوات المرتقبة في الساعات المقبلة؟ نعم، يعني لينا الآن الوضع هادئ بعد انتهاء التحرك الأساسي لمجموعات الحراك الشعبي الذي بدأ اليوم عند الساعة 10 صباحا. كما ستشاهدون في الصورة، هذا المنجنيق تم صنعه خصيصا لحراك اليوم، وفيه وضعت أكياس من النفايات وتم رميها باتجاه السراي الحكومي وأيضا باتجاه مجلس النواب، للقول يعني أو في إشارة إلى أن السلطة السياسية هي المسؤولة عن النفايات وعن وصول الأزمة إلى ما وصلت إليه. يعني الشباب كان هذا نشاطهم الأساسي اليوم. الآن يعني الأعداد المشاركة كما تشاهدون في الصورة قلت بشكل كبير طبعا بسبب يعني أوضاع الطقس، ومبدئيا لأن حراك اليوم شرف على نهايته، لكن من المتوقع عند الساعة 4 وصول مجموعة جديدة من مجموعات الحراك، وهي مجموعة جاي التغيير، وذلك لاستكمال هذا النهار الطويل الذي بدأ عند الساعة 10، من المفترض أن ينتهي بعد قليل. لينا يعني طبعا أبرز ما جاء في هذا الاعتصام هو رفض صفقة ترحيل النفايات، والتأكيد على أن الحراك الشعبي يرفض أي زيادة متوقعة أو مفترضة على الضرائب. أبرز ما جاء في هذا النهار نشاهده في هذا التقرير. في ساحة رياض الصلح مجددا وتحت عنوان ما أسموه لا للسرقة والمحاصصة في صفقة ترحيل النفايات ولا لزيادة الضرائب، تجمع عدد من الناشطين في مجموعة الحراك المدني في ظل وجود تعزيزات أمنية. وقد عمد المعتصمون إلى إزالة السياج الشائك في محيط السراي الحكومي ليصبحوا على تماس مباشر مع القوى الأمنية، ما أدى إلى استدعاء قوات إضافية من مكافحة الشغب. شلوا شباب موجودين، لأنه ما لازم يكون في خوف بيننا وبين القوى الأمنية. نحن والقوى الأمنية واقفين سوا بالنهاية تحت الشدة، نحن وياهم. بس هودي العناصر وهودي الشباب عم يدفعوا ثمن واحد، عم يدفعوا من صحتهم ومن وقتهم ومن جهدهم بسبب تقاعس السياسيين انه يشيلوا زبالة من الشارع. لا للضرائب ولا للفساد، وعم نعبر عن رأينا بكل حرية برياض الصلح اليوم. انتوا عم تعبروا بلا إزالة السياج، ليش قلتوا سياج؟ لأنه ما له معنى السياج، يعني احنا مش رح نعمل شيء. مش رح نعمل بين الدولة، مش مفروض يكون في سياج ولا مفروض يكون في عسكر بيننا وبين الدولة. بدنا حلول، بس بدنا حلول ما تكون مكلفة لا على الشعب اللبناني وما تكون على حساب الشعب اللبناني، وبذات الوقت تكون حلول بيئية. يعني نحن ما عندنا مشاكل مع المطامر، بس تكون المطامر صحية، وهذا الشيء ما كان عم يتقدم. وكان ناشطون من مجموعة من أجل الجمهورية وحملة بدنا نحاسب نصبوا خيما في ساحة رياض الصلح مساء أمس، حيث أمضوا ليلتهم مؤكدين أن الاعتصام مفتوح طول النهار لرفع الصوت عاليا في وجه الفساد وللضغط في كل الوسائل السلمية المتاحة لمنع زيادة الضرائب.
وزير الزراعة أكرم شيب كشف أن شركة شينوك المكلفة ترحيل النفايات استكملت أمس كل المستندات بما فيها موافقة وزارة البيئة الروسية. وأكد شيب لصحيفة السفير أنه لم يعد هناك أي عائق أمام توقيع العقد النهائي مع الشركة، متوقعا أن يحصل ذلك يوم الأربعاء المقبل. وإذ أعلن أن روسيا لن تكون الوجهة الوحيدة للنفايات، تحفظ عن ذكر اسم الدولة الثانية بانتظار تقديم شينوك المستندات التي تثبت موافقتها، علما أنه أشار إلى أن الشركة بصدد الحصول أيضا على موافقة أكثر من دولة. سياسيا، زار وفد من حزب الله الرابي في الذكرى العاشرة لتوقيع وثيقة التفاهم بينه وبين التيار الوطني الحر. وقد أعلن الوفد أن الحزب لا يشارك في جلسة انتخاب الرئيس في 8 شباط، وقال عندما تتوفر الظروف الكاملة لانتخاب عون رئيسا سيكون نوابه أول من ينزلون إلى المجلس النيابي. في الذكرى العاشرة على توقيع ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار العوني، جاءت زيارة وفد الحزب برئاسة المعاون السياسي للأمين العام السيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل إلى الرابية. ومن منزل عون أعلن الحزب عدم مشاركته في جلسة 8 شباط، مع التأكيد أن عون هو مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية. لا، لن نشارك في الجلسة. في عنا مرشح، وهذا بشكل طبيعي، مرشح دائم اسمه الجنرال ميشيل عون. عندما تتوفر الظروف الملائمة لانتخاب الجنرال ميشيل عون رئيسا للجمهورية، سنكون أول الوافدين إلى المجلس النيابي. وأمل خليل أن يتعمم لقاء معراب على المستوى الوطني، قائلا إن قوى 14 من أذار لم تستطع أن تضعضع فريقنا السياسي. أول شيء ما قدروش يضعضعوه، يعني فينا نعتبر أنه صار في تسليم عندهم، مثل ما قال سماحة السيد أنه الرئيس لازم يكون متمني أذار. هذا أولا. وهلأ إن شاء الله عم يصير في شغل، مثل ما قلنا في عنا نقطة مركزية اللي هي المرشح الدائم لإلنا اللي هو الجنرال ميشيل عون. هيدي بدنا نشتغل عليها مش بس مع فريق 8 أذار، بدنا نشتغل عليها مع كل الأفرقاء اللبنانيين. ما معناته أنه بدي أشتغل مع الوزير الفرنجي لأسحب له ترشيحه، ومش معناته إذا سحب ترشيحه الوزير سليماني الفرنجي بيكون لمصلحة هلأ العماد ميشيل عون. ولفت خليل إلى أن فرنجي هو حليف 8 أذار، لكن عون يبقى مرشح الحزب الوحيد. وخلال لقاءاتها الأسبوعية في بيت الوسط، جددت النائب هي الحريري تأكيدها أن ملء الشغور الرئاسي سيبقى الأولوية، وقالت أمام زوارها لن نكون إلا فاعلين في اختيار الرئيس المقبل بغض النظر عن النتائج. ضمن لقاءاتها الأسبوعية في بيت الوسط، جددت النائب بهية الحريري التأكيد على مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية التي حركت الجمود على خط هذا الاستحقاق، مشددة على أننا لن نكون إلا فاعلين في اختيار الرئيس المقبل بغض النظر عن النتائج، ومعتبرة أن ملء الشغور أولوية بالنسبة لنا، لأنه مهما تحقق سيبقى هناك خلل كبير إذا بقيت الدولة بلا رأس. وخلال لقائها عددا من الفاعليات البيروتية، قالت الحريري أننا من دعاة الديمقراطية الحقيقية بأن ينزل جميع النواب إلى مجلس النواب وينتخب من يريدنا رئيسا، ولسنا مع الديمقراطية المعلبة، لافتة إلى أنه مع اقتراب الذكرى 11 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، نجدد التأكيد على متابعة مشروعه في بناء الدولة. كما نوهت بالجدية التي اتسمت بها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وبتفعيل العمل الحكومي، مؤكدة الوقوف إلى جانب مطالب متطوعي الدفاع المدني بإقرار مرسوم تثبيتهم، آملة إقراره في الجلسة المقبلة. أكد وزير الدفاع سمير مقبل عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي، أكد أن الجيش اللبناني بحاجة إلى الدعم المالي ليواصل القيام بمهامه بغض النظر عن عجز الدولة. وأشار مقبل إلى أن الرئيس سلام والرئيس نبيه بري أبديا تفهما لهذا الوضع، موضحا أن موضوع التعاطي مع الجيش وفتح اعتمادات له لشراء الذخيرة يجب التطرق إليه بطريقة مختلفة عن باقي القضايا في الدولة. نحن نتفهم انه في عجز هائل بالدولة، ونتفهم انه بدنا ايرادات لحتى نقدر نصرف، بس الجيش ما بيقدر ينتظر على الرأي هاي. اول ما هلا بده يكون عندي 8000 عسكري على الحدود من عرسان لرأس العلبة وقاعدين
بحرارة 14 تحت الصفر هذا اللي بنتعاطى معه بزيادة الطريقة. ونحن بحاجة لذخيرة. ما بقدر أنا جيشي ما يكون عنده ذخيرة ويطلب مني أنا حارب الإرهاب وسكر الحدود وما خلي حدا يعرف على الحدود. هالجيش موجود ليدافع عن الوطن. طلب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من المحكمة العسكرية تزويده بنسخة عن استجواب نعيم عباس حول اغتيال لواء الشهيد فرانسوا الحاج والتخطيط لاغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. وطلب حمود من استخبارات الجيش إجراء التحقيقات فيما أدلى به عباس. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سأل في تصريح له هل أن اعترافات نعيم عباس مقدمة لتفجيرات أمنية ظاهرها القاعدة وباطنها المخابرات السورية؟ أضاف جنبلاط كيف يمكن التحقق من هذا الأمر بعد إطلاق سراح الوزير السابق ميشيل سماحة وغدا قد يفرج عنه أيضا بوحي ما؟ وتابع ساخرا إلا إذا كان الشك ممنوعا في جمهورية الوضوح والشفافية والقضاء المنزه والأجهزة المستقلة. اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس سعيد بعد زيارته الرئيس ميشيل سليمان في دارته في اليرزي أن مذهبة الحياة الوطنية والسياسية تشكل خطرا كبيرا على لبنان داعيا إلى العمل من أجل إعادة استنهاض الوضع السياسي المتأزم. واستشعرنا مع فخامة الرئيس الخطر يعني عم يعيشه البلد اليوم من خلال يعني عودة البعض إلى مذهبة الحياة الوطنية والحياة السياسية وضرورة العودة إلى الأصول، والأصول هو الحفاظ على العيش المشترك والحفاظ على الاستقرار بلبنان. كما توافقنا مع فخامة الرئيس إلى تكثيف هذه الاجتماعات وإلى الاستمرار بالبحث، ربما منساهم نحن وياه إلى يعني إعادة استنهاض الوضع السياسي اللي اليوم يعني موجود في بمأزق بلبنان وأمام جميع اللبنانيين. هنأ وزير الداخلية نهاد المشنوق نظيره الكويتي الشيخ محمد الخالد بتحرير المواطن الكويتي محسن براك العجمي، موضحا أن عملية الخطف كانت مسألة فردية بحتة لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب أو من بعيد. وشدد وزير الداخلية في حديث لصحيفة الرأي الكويتية على أن الكويت دولة شقيقة وصاحبة فضل دائم على لبنان ولطالما دعمت سيادته واستقراره، كما أنها صاحبة سياسة موضوعية ومعتدلة وتصالحية تجاه كل القضايا، وهو ما يجعل من عقل أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد مرجعية لكل زملائه العرب. أضاف المشنوق أن تحرير المواطن الكويتي هو مناسبة جديدة لتهنئة قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على هذا الإنجاز وعلى كل إنجازاتها. بعد الفاصل تتابعون. نظام الأسد وإيران يحذران السعودية من تدخلها بريا في سوريا. الهجمات الأسدية الروسية على أرياف حلب تسببت بأكبر موجة نزوح منذ اندلاع الحرب السورية، وفيما احتشد نحو 55 ألف نازح عند الحدود السورية التركية جددت أنقرة تمسكها بمبدأ الحدود المفتوحة أمام اللاجئين السوريين، في وقت حذر الاتحاد الأوروبي من هذه الكارثة الإنسانية ودعا تركيا إلى استقبال اللاجئين من حلب إليها. هي أكبر موجة نزوح جماعي منذ العام 2011 فرضتها العمليات العسكرية الهمجية التي ينفذها نظام الأسد في ريف حلب الشمالي مدعوما بغطاء جوي روسي. عشرات آلاف المدنيين السوريين احتشدوا خصوصا عند معبر باب السلامة بعدما هربوا من جحيم القصف والغارات وانطلقوا باحثين عن مكان أكثر أمانا لهم ولأطفالهم. الجيش السوري صار كله طحش علينا كله، نحن الله صرنا 3 ايام عم ننام بالبرد، وانا ماني خايف على حالي، انا عمري 65 سنه ومعي مرض وعندي اولادي، قلت لك بالجبهات لازم، بس في عندي هون 4-5 اطفال وعندي الحجه مره كبيره. النازحون الذين يقيمون حاليا في مخيمات مؤقته بانتظار السماح لهم بدخول الاراضي التركيه يعيشون ظروفا انسانيه صعبه ويناشدون المجتمع الدولي مساعدتهم لانهاء محنتهم. يا اخوه الاسلام، يا امه العرب، يا امم المتحده، جبتونا نحن بهالحرب هاي، زتتونا بهالمخيمات هون، استغثنا بالعالم كله يغيثنا، بدل ما تحطونا بمكان امن حطيتونا تحت صواريخ بشار وتحت مدفعيه بشار، وين زتتونا هون؟ نحن لا اكل ولا شرب ولا مي. طيب هلا الامم المتحده اللي عم تساعدكم كلياتها، وين المساعدات تبعتنا نحن؟ وين زتتونا هون؟ يعني حكمتوا علينا مجازر جماعيه نحن؟ يعني ايش ذنبنا لذنب اذنبنا نحن؟ وين الامم المتحده؟
وين الصحافة العالمية؟ وين المسلمين؟ لا تقول. وين العالم كله؟ الله وينه؟ الله مصدر. الله. الأمم المتحدة باعتك. باعتنا لمين؟ باعتك في الروس. خيبوا العمل أخذونا سونا معلومات بين الكلاب. بلدات مثل عندان وحريتان وحيان وبيانون أصبحت شبه خالية من سكانها، فيما يتنامى القلق من حصول موجات نزوح على نطاق أوسع مع ازدياد وتيرة القصف الروسي، كما أن الخشية تتعاظم من حدوث عمليات نزوح أوسع نطاقا على الحدود الأردنية إن كثفت المقاتلات الروسية وقوات النظام قصفها وهجماتها على مناطق في الجبهة الجنوبية وبينها درعا. هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية دفعت المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية خريستوس تيليانيدس إلى إبداء قلقه من موجات النزوح الجديدة في سوريا، مشددا على ضرورة وقف الحرب ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة والعمل على إيجاد حل سياسي، وأضاف أن العمليات العسكرية تعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة فضلا عن حرمان الكثيرين من الدعم الطبي والغذائي داخل سوريا. بدوره دعا مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان تركيا إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واستقبال آلاف اللاجئين السوريين العالقين عند حدودها مع سوريا، مؤكدا أن اتفاقية جنيف التي تقضي باستقبال اللاجئين لا تزال قائمة. أما المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست فقال أن الغارات الروسية تفسح المجال أمام النظام السوري ليزيد من عنفه ضد المدنيين وتقود المساعي الدولية الرامية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، مبديا قلق واشنطن من فرض النظام حصارا على مدينة حلب ما سيفاقم الأزمة الإنسانية فيها. إذن كما ذكرنا فإن كتائب الأسد تواصل هجومها الشرس على أرياف حلب تحت غطاء جوي روسي مكثف في محاولة منها لمحاصرة الثوار في المدينة، في وقت قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 120 رجلا من الطرفين قتلوا قرب بلدة رتيان. معارك الساعات الماضية بريف حلب الشمالي أودت بحياة نحو 30 من أفراد المعارضة السورية خلال اشتباكات عنيفة مع كتائب الأسد التي سيطرت مدعومة بمقاتلين من إيران وعناصر حزب الله وميليشيات أجنبية على المزيد من البلدات شمال حلب لتقطع بذلك جل طرق الإمداد عن مدينة حلب التي باتت شبه معزولة عن العالم. شبيحة النظام سيطروا على بلدات حردتنين ورتيان وماير ومعرسة الخان وعلى مزارع في محيط بلدة دير جميل، ووصلت الطريق إلى بلدتين نبل والزهراء المواليتين اللتين كانت قوات المعارضة تحاصرهما جزئيا. هذا وشن الطيران الروسي غارات على بلدة عندان شمال حلب واستهدف مواقع للمعارضة حولها، مما يشير إلى سعي النظام للتقدم أكثر في الريف الشمالي. يأتي ذلك في وقت صدت قوات المعارضة هجوما على بلدة رتيان وقتلت عشرات من الجنود النظاميين ومقاتلين إيرانيين، لكن شبيحة النظام عادت وسيطرت على البلدة. وكانت جبهة النصرة أعلنت أنها قتلت 25 من القوات المهاجمة في رتيان. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 120 من قوات النظام والفصائل المسلحة قتلوا في معارك شمال حلب، وقتل في تلك المعارك أيضا عناصر من حزب الله اللبناني بينهم قيادي ميداني، في حين أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل ضابط في الحرس الثوري واثنين من قوات التعبئة البسيج في سوريا، مما يرفع عدد قتلى إيران هناك إلى أكثر من 150 منذ إعلان الحرس الثوري زيادة عدد مستشاريه العسكريين بسوريا. وعلى صعيد المدن السورية الأخرى قتل عدد من قوات الأسد خلال اشتباكات مع الثوار في منطقة المرج في ريف دمشق، في حين شهدت جبهة آرا في جبل الأكراد في اللاذقية اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد والثوار أوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوف شبيحة النظام. قتل عنصران لحزب الله أثناء مشاركتهما في الحرب في سوريا وهما علي ركين وأحمد الحاج علي بيضون، وهما من بلدة الشابية في سور، ولم يحدد بعد أي موعد لتشييعهما. انقسمت ردود الفعل بين مرحب ومعارض بشأن طرح المملكة العربية السعودية إرسال جنود لتدخل بريا في سوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ووضع حد للانتهاكات الممارسة من قبل النظام وحلفائه بحق المدنيين. وفي مقابل هجوم شرس من النظام السوري وإيران على هذه الفكرة، كان هناك ترحيب لافت من جانب الائتلاف السوري المعارض والولايات المتحدة.
إمكانية إرسال المملكة العربية السعودية قوات برية إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ووضع حد للانتهاكات الممارسة من قبل النظام وحلفائه بحق المدنيين، طرح لاقى رفضا سريعا من نظام الأسد وحليفه الأول إيران، فقد اعتبر وزير خارجية النظام وليد المعلم أن أي تدخل بري في الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة يعتبر عدوانا، وأن من وصفهم بالمعتدين سيعودون إلى بلدهم في صناديق خشبية، مضيفا ألا وقفا لإطلاق النار قبل إغلاق الحدود مع تركيا والأردن. يأتي ذلك بعدما زعم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن السعودية لا تتجرأ على إرسال قوات إلى سوريا، وأن قيام المملكة بخطوة مشابهة سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على النظام السعودي كما قال. بدوره تخوف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي من أن دخول السعودية الحرب في سوريا سيؤدي إلى إشعال المنطقة كلها بما في ذلك السعودية نفسها مستثنيا بلاده. في المقابل لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من قبل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، الذي وصف التدخل السعودي البري بالضروري لكبح جماح التدخل الروسي. كذلك رحب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست باستعداد القوات السعودية للتدخل البري، لافتا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر سيبحث هذا الموضوع مع باقي نظرائه من دول التحالف الدولي. من جهة أخرى كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن أن مباحثات تجري حاليا مع روسيا من أجل التوصل لوقف إطلاق نار وتوفير مساعدات إنسانية للمدنيين السوريين، فيما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة روسيا على من قتلتهم في سوريا، متهما إياها بأنها تغزو سوريا سعيا منها لإنشاء دويلة للأسد. سيطرت القوات العراقية على منطقة السجارية في الرمادي، فيما شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما على حقول نفطية بمنطقة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث حاولت القوات الأمنية ومقاتلو العشائر التصدي للمسلحين. عملية تسلل للعشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي مهدت الطريق لهم لشن هجوم على حقول نفطية بمنطقة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين، فيما شهدت منطقة التسلل اشتباكات مع خطوط الصد الأولى للجيش العراقي وأبناء العشائر. مسؤولون محليون أكدوا أن داعش عزز من عناصره المهاجمين بأعداد أخرى، موضحين أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن وأن تقدم التنظيم ليس سريعا. وأكد المسؤولون أن تعزيزات عسكرية توجهت نحو الحقول لإسناد القوات المقاتلة. من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر محافظة صلاح الدين الشيخ مروان جبارة أن داعش يحاول السيطرة على حقول نفط علاس وعجيل ويكثف هجماته بشكل مستمر عليها، محاولا تحقيق مكاسب مادية من خلال بيع النفط. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن 37 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في معارك وقصف جوي في منطقة البوشجل شرق الرمادي عاصمة محافظة الأنبار غربي البلاد، فيما أكدت الوزارة أن الهجمات رافقها غطاء جوي عراقي ومن طائرات التحالف الدولي. من جانب آخر قالت قيادة عمليات بغداد أن 20 عنصرا من داعش قتلوا وتم تدمير مركباتهم خلال عملية أمنية في قاطع الكرمة وناظم التقسيم غربي العاصمة العراقية. وفي سياق آخر أفاد مواطنون قادمون من طريق بغداد إلى تكريت أنهم منعوا من دخول العاصمة العراقية لأن هويات الأحوال المدنية تحمل اسم تكريت وبعض المناطق الأخرى، وذكر القادمون أن المنع يسري على الجميع نساء ورجالا وأطفالا ومرضى ولا يفرق بين هذا وذاك، وأنهم عوملوا معاملة خشنة وأسمعوا كلمات نابية من قبل الجنود المشرفين على السيطرة والتي تعد بوابة دخول بغداد بالنسبة لأبناء محافظة صلاح الدين. بعد الفاصل في النشرة، انتخب بلدية تبقى البلد. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها. الحراك المدني يجدد نشاطه في رياض الصلح تحت عنوان لا للفساد والهدر في قطاعات الدولة. حزب الله لا يشارك في جلسة الاثنين الانتخابية وعون مرشحه الدائم. 10,000 سوريين يواصلون نزوحهم من أرياف حلب، وتركيا تتمسك بمبدأ الحدود المفتوحة أمام اللاجئين.
استنكر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان استذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري بمناسبة الذكرى 11 لاغتياله، وخلال جلسة خصصت لإطلاع أعضاء المجلس على نتائج مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية الذي شارك فيه دريان في المغرب، أكد المجلس على أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها. وإذ أشاد بنتائج المؤتمر الدولي في لندن لدعم سوريا، أعرب عن ثقته بأن الدعم الحقيقي الذي تحتاج إليه سوريا والمنطقة يكون بوقف آلة القتل والتهجير والتجويع. توقف المجلس بانزعاج أمام ظاهرة تبادل الاتهامات بين عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية بعدم احترام التوازنات الطائفية في التعيينات الإدارية. رأى المجلس الشرعي أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل الحقيقي والعملي لمعالجة كل هذه القضايا، وفي مقدمتها قضية الإخفاقات السياسية وتعطيل عملية اتخاذ القرارات الحكومية وإقرار التشريعات البرلمانية. أشاد المجلس بالعملية العسكرية الموفقة التي قام بها الجيش اللبناني في عرسال لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستدراج الفتنة إلى لبنان. وقع حادث سير على أوتوستراد عجلتون عند المدخل الغربي لجهة بلوني مع موكب أمني كبير تابع للسفارة الأمريكية في لبنان، وتبين أن الموكب يضم شخصية دبلوماسية رفيعة، وقد أسفر الحادث عن وقوع جريح بحال حرجة نقل إلى مستشفى سان جورج في عجلتون. نتيجة لتدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، تم توقيف 1971 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم بأعمال إرهابية وغيرها من الجرائم. إنجازات أمنية واسعة يحققها الجيش على أكثر من صعيد وملف. وفي بيان أصدرته مديرية التوجيه، فإنه خلال شهر كانون الثاني وبنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، تم توقيف 1971 شخصا من جنسيات مختلفة لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة الأسلحة والممنوعات وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية. وقد شملت المضبوطات 166 سيارة وشاحنتين وخمسة زوارق صيد و 140 دراجة نارية وكميات من الأسلحة الفردية والرمانات اليدوية والذخائر الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة العسكرية والمخدرات والدخان المهرب والأجهزة الإلكترونية. أصدر مكتب مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بيانا جاء فيه: منذ أن بدأنا فعليا بضبط مقابر المسلمين في طرابلس ومجموعة من المتضررين دأبت على إشاعة الأخبار الكاذبة والمغرضة وغير الصحيحة خدمة لمن لا يحب للأمور أن تجد حلها السليم. ونفى البيان ما يتداول حول مقابر الغرباء مؤخرا، مشيرا إلى أنه عار من الصحة جملة وتفصيلا، ومؤكدا المضي في العملية الإصلاحية. غرد وزير المال علي حسن خليل عبر تويتر قائلا: سأزور واشنطن قريبا لبحث قرار العقوبات المفروضة على حزب الله. وزير التربية الياس بوصعب أعلن أنه تم الإفراج أخيرا عن أموال البلديات التي كانت عالقة، داعيا كل البلديات إلى التدقيق في حساباتها بداية الأسبوع المقبل. إلى ذلك، وخلال ندوة بعنوان انتخب بلدي بتبقى البلد، طالب رؤساء البلديات بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها. تحت عنوان انتخب بلدية بتبقى البلد، نظم رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة ندوة برعاية وزير الداخلية نهاد المشنوق وحضور عدد من المحافظين والقضاة ورؤساء هيئات تأديبية وقائم مقامين ورؤساء اتحادات البلديات، وذلك في فندق الحبتور في سن الفيل. المجتمعون أكدوا على ضرورة تطوير قانون الانتخاب الذي على أساسه يجري الاختيار، فالمعضلة ليست في إجرائها بل في القانون المتبع. اليوم للبلديات تحديان أساسيان برأيي: أولا كيفية التعاطي كما قلت مع النزوح، وأيضا موضوع
تطوير قدراتها لكي تستطيع معالجة أزمة كبرى هي أزمة النفايات. لهذا وزير الداخلية والبلديات يعمل كل ما لديه لكي تنتج جميع الإجراءات لكي تبدأ بالتحضير للانتخابات البلدية، وقد بدأت وزارة الداخلية في التحضير لهذا الأمر، ونحن على أمل أن تتم هذه الانتخابات في مواعيدها وهو في شهر أيار. وكانت كلمات لعدد من رؤساء البلدية شددت على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، معتبرين أن عدم إجرائها يشكل ضربة لحرية الرأي والتعبير. أعلنت نقابة المحامين في بيروت بعد اجتماع استثنائي لها التوقف عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم والمجالس نهار الاثنين في 8 من الشهر الحالي، استنكارا للاعتداء الذي تعرض له 4 محامين أمس أثناء ممارسة مهنتهم في تمثيل موكليهم في اجتماع منعقد لجمعية مالكي عقار. والمحامون المعتدى عليهم هم زينب دحبول، زينب الحاج، رائد حمدان، وعضو مجلس النقابة زاهر عزوري. تزايدت قروض اللبنانيين في الأونة الأخيرة، أما الحصة الأكبر منها فعائدة للعقارات. تقرير باسل الخطيب. التسليف في لبنان يسجل نموا في الأشهر 7 المنصرمة بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015. رح تتفاجأ أنه قطاع المصارف قطاع عم يتطور ويتقدم لوحده. الأرقام بتفاجئ الكل بكل الأوضاع اللي نحن موجودين فيها، والظاهر في عنا شيء هيك رباني أنه نحن محميين والأفضل بالمنطقة اليوم. يعني تتفاجأ أنه قطاع التسليف زاد 6% هالفترة هاي بالسبع شهور اللي مرقوا، وفزل من 55 مليار ل 58 مليار. وما ساهم بدعم سوق القروض والتسليف هو سياسات مصرف لبنان والحزم التحفيزية والنسب الضئيلة جدا للتعثر عن السداد. القروض يلي معدومة أو مشكوك بأمرها كتير قليلة النسبة، نسبة كتير طبيعية، وبعدنا بالنسب الطبيعية لكل المواصفات إذا بدك تسميها دولية المعايير، ويلي كمان مصرف لبنان بفضله زادت كل هيدي القروض وطلعت لأنه ضخ بالسوق بحدود المليار دولار للقروض، منا مسحة عملية أبدا، وهذا دليل عافي بسوق الاقتصاد. أنا ما فينا نقول أنه دليل عافي كتير كبير، بس حتى بظروف مثل الظروف اللي عم نمرق فيها بالمنطقة. من أصل 58 مليار دولار قروض في لبنان، هناك ما يفوق 10 مليارات دولار قروض سكنية، وذلك بفضل الطلب على الشقق من قبل ذوي الدخل المحدود. 10.4 مليار دولار هي قيمة القروض السكنية بلبنان على حجم سكان كتير صغير. هلا نسبة القروض للناتج القومي 110%. يعني عندك حجم القروض يلي هو 58 مليار دولار فاصل شيء بيشكل 110% من نسبة الناتج القومي بلبنان، رقم كتير كبير. على عكس كل القطاعات يسير قطاع المصارف والتسليف بخطى جيدة، والملفت أن قطاع السكن يستحوذ على النسبة الأكبر، بينما تستقر القروض الزراعية والصناعية وتتراجع القروض السياحية، وهناك نسبة جيدة لقروض السيارات تقارب 1.4 مليار دولار. النشرة مستمرة وفيها قتلى وجرحى في زلزال عنيف ضرب جنوب تايوان. يستعد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية لبدء مرحلة التقدم نحو العاصمة صنعاء من الجانب الشرقي، ويترافق ذلك مع إحكام قوات الجيش والمقاومة الشعبية حصار معسكر فرضة نهم شرق صنعاء من كل الجهات، بينما بدأت القوات نفسها عملية تمشيط في مدينة ميدي بمحافظة حجة. يتوقع أن ينتهي المجلس الرئاسي الليبي اليوم من تشكيل الحكومة الثانية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج، تمهيدا لعرضها على البرلمان الليبي يوم الاثنين أو الثلاثاء لمنحها الثقة. وكانت الحكومة السابقة للسراج المكونة من 32 وزيرا لم تحظى بثقة البرلمان الشرعي بسبب خلاف على توزيع الحقائب وطغيان ممثلين لجماعات إرهابية على التشكيلة. نشرت وزارة الدفاع الأمريكية 198 صورة تظهر سوء معاملة سجناء في العراق وأفغانستان، وتظهر بعض الصور جروحا وكدمات على أذرع وأرجل سجناء محتجزين في منشآت أمريكية. هذا وأعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الصور جزء من مجموعة أكبر تضم 2000 صورة.
قتل 8 أشخاص وجرح 462 عندما انهار عدد من المباني السكنية في تايوان جراء زلزال عنيف ضرب جنوب البلاد فجر اليوم. 6.4 على مقياس ريختر هي قوة الزلزال الذي هز جنوبي تايوان والذي كان سببا لكارثة إنسانية حلت على مئات الأشخاص جراء انهيار عدد من المباني السكنية ومقتل عدد من الأشخاص من بينهم رضيعة عمرها 10 أيام وإصابة ما لا يقل عن 400 آخرين. الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 4 فجرا بتوقيت تايوان عندما كان معظم السكان نياما أدى إلى سقوط عدد من المباني في مدينة تاينان من بينها مجمع سكني يتألف من 17 طابقا وتقطنه 92 عائلة وأكثر من 250 شخصا. فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 220 ناجيا في حين لا يزال العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة. الرئيس التايواني ما يانغ جيو وعد عند زيارته المدينة المنكوبة ببذل كل الجهود لإنقاذ المصابين والعالقين وأعلن عن إعداد ملاجئ لأولئك الذين فقدوا مساكنهم في المدينة في حين شكلت إدارة المدينة فريقا للطوارئ للتعامل مع نتائج الزلزال الذي لحقته 5 هزات ارتدادية. الزلزال الذي تركز خصوصا في مدينة تاينان ذات 2 مليون نسمة تسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة كما شعر به سكان العاصمة تابيه على بعد 300 كيلومتر. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أوضحت أن مركز الزلزال كان على بعد 43 كيلومترا جنوب شرقي تاينان وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض الأمر الذي يجعله أكثر تدميرا. وتأتي هذه الكارثة بعد نحو 17 عاما على الزلزال القوي الذي ضرب وسط الجزيرة عام 1999 وتسبب في مقتل أكثر من 2300 شخص. استعادت القوات الحكومية الصومالية وقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال السيطرة على مرفأ ماركا الاستراتيجي الذي يبعد نحو 100 كيلومتر جنوب مقديشو بعدما كانت انسحبت منه يوم الجمعة أمام تقدم حركة الشباب. وقال عبد الرزاق محمد المسؤول في الجيش الصومالي أن الوضع عاد الآن إلى طبيعته لافتا إلى حصول تبادل طفيف لإطلاق النار مما دفع بعناصر حركة الشباب للفرار. نشر معهد أمريكي يتابع أنشطة كوريا الشمالية النووية صورا على موقعه الإلكتروني التقطت لمجمع سوهاي يومي الأربعاء والخميس وكشفت وجود شاحنات وصهاريج وقود في المكان. ومثل هذا النشاط يوحي عادة بأن بيونغ يانغ تحضر لعملية تجارب صاروخية حيث أن وجود الشاحنات يعني تزويد الخزانات وليس الصاروخ نفسه بالوقود. توفي رائد الفضاء الأمريكي إدغار ميتشل عن 85 عاما في ولاية فلوريدا شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ميتشل قد أقلع من فلوريدا في 31 من كانون الثاني العام 71 ضمن مهمة أبولو 14 مما جعله سادس رائد فضاء يمشي على سطح القمر. نتابع في الرياضة بعد الفاصل. رونالدو يوجه رسالة لمحبيه في عيد ميلاده. الرياضة الآن مع هبة زيدان. تفضلي هبة. شكرا لينا. مساء الخير. طالب المدرب الهولندي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لويس فان غال من لاعبينه التركيز والقتال بالمباراة المرتقبة أمام تشيلسي بكرة الأحد ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. فان غال قال: لدي شعور أننا إذا تغلبنا على تشيلسي وهذا بالتأكيد أمر صعب فإننا سنبدأ صفحة جديدة في الدوري، لذلك سنقاتل من أجل اقتناص الثلاث نقاط. وتابع أيضا فان غال بالقول أن المسابقة ما انتهت بعد سواء بالنسبة لمانشستر يونايتد أو إلى أي فريق آخر. قال بيب غوارديولا المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أنه لن يتحدث بشأن منصبه الجديد بمانشستر سيتي طالما أنه هو لا يزال مع البايرن، مؤكدا أنه يستطيع بسهولة أنه يجمع بين مهام عمله مع البايرن والتخطيط للتحدي الجديد يلي رح يخوضه بالدوري الإنجليزي اعتبارا من الموسم المقبل. ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الأسباب يلي دفعته لاختيار السيتي قال غوارديولا: لن أتحدث بشأن مانشستر سيتي حتى شهر أيار أو حزيران، أتحدث عن السيتي في إنجلترا فقط. وقال غوارديولا أيضا: أبلغتكم بالفعل بسبب اتخاذ قرار التدريب في إنجلترا، لا يمكنني أن أجي إلى هنا كل يوم وأتحدث بهذا الشأن كل يوم. أيضا عم بيدرس النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب نادي تشيلسي الرحيل عن
قلعة ستامفورد بريدج بعد حالة الإحباط يلي عم يعيشها بالموسم الحالي وفقا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية. وقالت ماركا هازار يفكر في تغيير الأجواء بعد المشاكل يلي خلفتها فترة مورينيو. البلجيكي يعتقد أن الرحيل سيكون الحل لإنهاء المشكلة. وأضافت ماركا ترك تشيلسي يعني أنه وجهة هازار المفضلة هي ريال مدريد، هذا معروف بالنسبة لوكيله يلي عم يتحرك منذ أسابيع بحثا عن مخرج إلى سانتياغو برنابيو. وتابعت الصحيفة الإسبانية هازار يعلم أن زيدان لا يزال مستعد لضمه إلى نادي الملكي، ولهذا يعطي الأولوية إلى ريال مدريد قبل أي فريق آخر. وصل موقع فوتبول ليكس حملته بالكشف عن تفاصيل غامضة بعقود انتقال بعض نجوم اللعبة. فبعد ما نشر الموقع تفاصيل عقد جاريث بيل مع ريال مدريد، عاد الموقع نفسه مرة جديدة لنشر تفاصيل عقد انتقال توني كروز من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد. وقال الموقع أنه راتب كروز هو 10.9 مليون يورو سنويا، ما يعني أنه هو اللاعب الأعلى أجرا بالنادي بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل. وأكد الموقع أيضا أنه هناك بند بعقد اللاعب بيمنحه 1.8 مليون يورو كمكافأة بحال ترشحه بالقائمة النهائية للكرة الذهبية. أكمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو امبارح 31 عام وهو بأوج عطائه كلاعب كرة قدم، حيث ما زال أحد أهم هدافي العالم رغم بلوغه هالعمر. وأعرب رونالدو عن شعوره بالامتنان إلى محبيه بكل أنحاء العالم برسالة وجهها لهم خلال احتفاله بعيد ميلاده على حسابه تويتر. وقال رونالدو أيضا بشريط فيديو تم تصويره بمنزله الخاص: أردت أن أشكركم جميعا على رسائل التهنئة التي وصلتني، كما تعلمون أن هذا هو عيد ميلادي 31. إنني سعيد بالفعل وأستمتع حقا بهذه اللحظات الجيدة في حياتي المهنية والشخصية. وبالختام، فيديو يظهر لاعبي نادي مانشستر يونايتد هن وعم بيروجوا للفيلم الهوليوودي ديد بول. منتابع سوا. Dream again. Whew. Gotta stop eating kebabs before nap time. وبختام النشرة بحب شير إلى أنه مانشستر سيتي خسران حاليا بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي بنتيجة 0-1. بشوفكم بنشرة 7:30. إلى اللقاء. ختاما نذكركم بعناوين النشرة. الحراك المدني يجدد نشاطه في رياض الصلح تحت عنوان لا للفساد والهدر في قطاعات الدولة. لم نشارك. وفد من حزب الله في الرابي في الذكرى 10 على تفاهم مرم خايل وعون مرشحه الدائم. بدل ما تحطونا بمكان آمن حطيتونا تحت صواريخ بشار وتحت مدفعية بشار. عشرات آلاف السوريين يواصلون نزوحهم من أرياف حلب، وتركيا تتمسك بمبدأ الحدود المفتوحة أمام اللاجئين. وكان في الرياضة فانغال يعلن الحرب على تشيلسي. نشكر متابعتكم هذه النشرة، ونهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم. إلى اللقاء. أنا تحققت لترشيح العماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها.